تفسري كاملة عن الزوجة اللي أنا ممكن أتجوزها. بصور الزوجة على أساس أنها قطعة شوكولاتة مرة اللي هي مغطاة بسلوفان اللي هي المحجبة، وقطعة الشوكولاتة غير غير المغطاة بسلوفان. فالأفضل أن تأخذها قطعة شوكولاتة مغطاة بسلوفان. هذا الرجل المحترم اللي مبروك عليه الفنانة الجميلة شيري عادل، وإن احنا بنبارك له، غير متصل بالمرة، وهو بصراحة القشة التي قصمت ظهر البعير. هو بيكشف لنا الوجه العقيم لبعض الدعاة السلفيين المتخلفين الرجعيين اللي بيتبعوا اللي هم الشيوخ، وبيكشف لنا سوق البيزنس الجديد اللي بيناهض هذا الجانب للارتزاق واستمالة أهواء الناس المتحضرة اللي عايزة تعيش عيشة وسطية زي ما حضرتك أفدت. الحقيقة ده رفضينه وضرب دينه، لأنه للأسف بيتاجر بأهوائنا، بيتاجر بالدين اللي هو أرقى وأسمى توجه ممكن يخدم. إيه المتاجرة بالدين هنا؟ الرجل تزوج للمرة الثالثة، من حقه حضرتك. لا، من حقه ان هو يتجوز، بس مش من حقه ان هو ياخد جيل معاه قبل كده بادعاءات مش حقيقيه، زي بالظبط عمرو خالد لما راح قال لكل الناس اتحجبوا وان الدين ارقى، وراح عمل فيديو قال انا بدعي في الحج فقط للفريندس اللي على صفحتي، الباقي مش مسلمين يا جدع، الباقي خارجين من المله عشان مش على صفحتك بيعملوا لك لايك، يعني ايه ده؟ وبعد كده يعمل اعلان على الفراخ. انا ما الداعيه يعني ايه داعيه؟ الداعيه هو الارقى، هو مش سوق بيزنس. الداعية لازم يكون هو الأرقى، هو المتسق. حضرتك تخيل، الأول أنا بحييك عشان أنت منبر ومكانة لمبروك للمناضلات والمناضلين اللي كافحوا الفقر. تخيل إن أنا أشوف رمز بيكافح الفساد أو بيكافح القمع أو كذا، وهو أكبر شخص فاسد أو هو أكبر شخص قامع للحريات، أنا هصدقه إزاي؟ انا هصدقه ازاي؟ الحقيقه انا مش معاذ مسعود هو رمز للادعاء، مش هو الادعاء، حتى هو حر لانه قبل كده طلع مع استاذ جليل اعلامي مسح كل كلامه بجره امل. كل ده ماشي، بس انا بقول ده ليه؟ لمجرد انه تزوج للمره الثالثه ومن فنانه، يعني ليه؟ لانه هو مش متفق معانا، هو اشتغلنا هو وغيره، يعني خليني اقول باللفظ هو بيشتغل جيل. لما انا ابني يكون في الجامعه يبقى هو شايفه قدوه، ويجي يعمل تصرف هو مش متفق مع كلامه اللي هو قال له عليه. لما تيجي تتجوز وفر بذات الدين، مش بس الجمال هو الاهم، ده في فيديو ان هو بيقول له ما تفرحش بجمال البنت قوي، لازم تصفر بذات الدين. انا اقعد اقنع في ابني ان الرمز في شكل الحجاب مش هو الفيصل. طب ومين قال إن هو خرج عن هذا المسار؟ يعني هل مجرد انها فنانه فكده احنا تعاملنا معاها؟ انا مع ده اللي هو عمله، هو اللي طبيعي، ما يدعو له هو اللي كان غير طبيعي، يعني اللي هو بيعمله دلوقتي طبيعي، ولو هو اي شخص تاني احنا ملناش دعوه بيه، لكن ما يدعو له سلفا هو اللي ما كانش طبيعي. انت النهارده غيرت رايك، وبكره هتغير رايك، وبكره هتقول الدين للجميع وممكن تتجوز براقصه، ولا لا اعيب على الراقصه بالمناسبه ولا الفنانه نهائي، ومش بقى يتوب الناس على ايده ويستمتع بملذات الحياه ويقفل على الشباب والاجيال كل ملذات الحياه. خليني اسال الاستاذ ايمن محفوظ.